بس عايزين نفهم الناس بس اللي بتشوفنا دلوقتي وبتسمعنا النظام عامل ازاي. يا ريت اتفضل يا كابتن. يعني احنا نظام البطوله عامل ازاي؟ هم 8 مجموعات. ممتاز. كل مجموعه فيها 4 فرق، 4 في 8 32 فريق. هيطلع من كل مجموعه 3 فرق، 3 في 8 24، 24 فرقه. يبقى الدور الثاني دور ال 24. الدور الثاني الفرق اللي انا في مجموعتي دلوقتي زي مثلا، لا الاول الثمانيه اللي هيخرجوا هيلعبوا كاس مكاس الرئيس. كاس الرئيس خلاص. بالظبط. احنا انا دلوقتي هخش مجموعه الدور الثاني، هروح على المجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا. تمام. الفرق كانت في مجموعتي زي السويد. تمام. مثلا ومقدونيا، هروح معاهم بنقطي. تمام. فانا عشان كده كابتن يحيى بيقول، كابتن ياسر لبيب بيقول احنا لازم نطلع الاول مجموعه. اول مجموعه دي انا هبقى كسبان السويد ومقدونيا، هي معايا 4 نقط. ممتاز. لما اروح الدور الثاني هكسب ماتش او ماتشين ان شاء الله، معايا 6 او 8 او 7، ضمنت اسوء ظروف في الثاني مجموعه. يعني ضمنت اول ثاني مجموعه. كده انا بنسبه كبيره قوي حطيت رجليا في دور الثمانيه. يبقى انا كده حطيت رجليا في دور الثمانيه وربنا بقى بالظبط يسهل. دور الثمانيه كابتن يحيى بيقول بقى خلاص دور الثمانيه ان شاء الله هدخل المغلوب. خلاص يعني انا وصلت هنا للثمانيه من احسن 8 فرق في العالم موجودين بقى ان شاء الله. يعني ايا كان بقى مين اللي وصل، خلاص ماتش واحد في 8 دخلني مربع. دخلت مربع كده انا كده عملت خطوه جديده بالنسبه للجيل دوت او للمنتخب موجود حاليا. بعد كده خطوه كمان قبل النهائي والنهائي، الموضوع مش هيبقى صعب. طب يا كابتن ليه ما نحلمش ان احنا نوصل النهائي؟ ما انا قصدي كده. بس احنا يعني كابتن ناخدها خطوه صح. لازم اول نخش الثمانيه وكده الثمانيه نخش دور الاربعه ونوصل النهائي. لا احنا خطوه بقى كلامك كده. ليه حسابات ثانيه؟ هو ليه يعني ان عشان توصل لكل دور ليه حسابات ثانيه وتكتيك ثاني بدماغ ثانيه على حسب الفرق انت هتقابلها. يعني انت ما توصل دور الثمانيه زي الكابتن صابر بيقول انت هتلاعب ثاني مجموعه هناك، فبرضه فرقه، بس ثاني مجموعه بقى هتلاقي فرقه من اوروبا، فرقه ثقيله شويه. بس اللي بيفرق بقى معانا ان انا شايف متفائل برضو ان احنا منتخبنا كويس، في بدايل كتير قوي. يعني انت عندك 24 لعيب بره، 4 بره خلاص ال20، وعندك 20 كلهم جاهزين. انت عندك بدل الواحد في مركز عندك 3، وثلاثه كلهم كويسين. يعني في دي ما حصلتش من زمان جدا، ان انت مثلا الجيل الذهبي لمنتخب مصر زي ما كان كابتن صبري وكابتن ياسر كان بيتكلم ان ما كانش فيه عناصر 3 لعيبه في مركز او مستوى متقارب جدا في مركز واحد. ودي تحسب طبعا للناس الموجوده في الاتحاد او اللعيبه على مستوى مصر. وكان كمان عندك كميه 6 لعيبه او 7 لعيبه كمان محترفين، ما كانش ظاهر الكلام ده، ما كانش الاحتياج بيختلف. فانت عندك بدل اللعيب في مركز واحد، وكان عندك مشكله زمان ان ممكن يكون لعيب او 2 هم كويس، لا انت عندك 3 في مركز واحد دلوقتي، فتفرق كتير. طب كابتن